لدرجة ان ممكن على الفيس ناس تستخدم ايات عشان تلقح على ناس تانية في مواقف مختلفة عنهم، وده يستخدم الاية في غير موضعها وده يستخدم الاية في غير موضعها وزي الفل. سلام ونعمة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بخير. النهاردة معدنا مع الحلقة 19 من كتاب زوجة حسب قلب الله. خضوعك لله وللكتاب المقدس وللوصايا بيتبعه بشكل تلقائي خضوعك لزوجك. تاني، لو انت خاضعة للكتاب المقدس وثابتة فيه وفي عشرة حقيقية مع الله وروح الله كده بيرقص جواكي وفرحان مش متضايق، له مطفي وله حزين، ومقدمة توبة وبتثبتي طول الوقت في الكتاب المقدس وملهوفة ان انت تنفذي الوصايا، هتلاقي نفسك لا اراديا كده اوتوماتيك بتخضعي لجوزك وعلى قلبك زي العسل. ده بيبقى مؤشر، يعني خضوعك لزوجك ده هتلاقي نفسك انت خاضعة لربنا، قلبك مش بعيد، يعني انت ماشية في السكة، الطبيعة دي هتتبع دي اوتوماتيك، ملحوظة في منتهى الخطورة. بلاش وانت بتقري الكتاب المقدس او الايات او الوعود او الوصايا ايا كان الجزء اللي انت بتقريه، وعد هتفرحي بيه، وصية ينبغي انك تخضعي لها ايا كان، سفر تاريخي بتدرسيه، بلاش نلوي دراع الكتاب المقدس عشان نستخدمه سكينة نوجهها لشريك حياتنا. بنشوف ساعات كتير قوي ان احنا بناخد الايات، نفترض ان هي للخطاة الاشرار التانيين مش لينا احنا، احنا ابرار احنا حلوين، ونبدأ نستخدمها اسلحة للتشويه، لدرجة ان ممكن على الفيس ناس تستخدم ايات عشان تلقح على ناس تانية في مواقف مختلفة عنهم، وده يستخدم الاية في غير موضعها وده يستخدم الاية في غير موضعها وزي الفل، وبيبقى كله عادي والناس عادية مش مضايقة. أرجوكي وأرجوك الوصية دي للاتنين، لما نقرأ الكتاب المقدس اقراه بروح الخضوع، ما تبصلوش بمنظور ان انت طائر من فوق كده وشايف الكتاب المقدس بتعالي كأنك باحث وناقد سياسي وناقد ديني وأخصائي لاهوت وأخصائي عقيدة، بلاش ده، بصله بعين النملة من تحت كده، اللي هو حاجة كبيرة قوي الكتاب المقدس وانا عايز اتعلم منه. هتلاقي ربنا بيديكي حاجات وبيديك حاجات. في أمثال 27:5، التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر، قلناها بالمثل الشعبي بتاع المره اللي فاتت، اللي هو يا بخت بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا، وقلناها برضو في ايه تانية من الامثال، كان امينه هي جراح المحب وغاشه قبولات العدو. العدو يقول لك كلام حلو قوي وفي الاخر هو ما بيحبكش، والحبيب ممكن يقول لك كلام يبان انه مؤلم ويوجعك ويكون صادم شويه ليك وتزعل وتقول انا ليه موعود بالناس اللي توجعني وتجرحني، بس يبقى هدفه خيرك ومصلحتك، ولو انت او انت مشيت وراه هتكسب. الله ساعات بيسمح، كتير بيسمح بوجود شخصيات صعبة في حياتنا بتواجهنا بأخطائنا وبتدينا كلام زي الدبش لتشكيلنا. الناس دي المفروض نعتبرهم نعمة في حياتنا ونشكر ربنا عليهم، لأن هم بيحطونا قدام نفسنا وبيحطونا قدام الوصية وبيحطونا قدام الكتاب المقدس، عن ناس تقعد تجاملك تجاملك وتنافقك وتتملقك وفي الآخر توديك أو توديكي في داهية، ده بيبقى خطر جدا. الكتابة بتستعين هنا بالمثال بتاع ذرات الكربون اللي ما بيتضغط عليها مئات السنين تحت ضغط معين وحرارة معينة بتتحول للماس، بتتحول للألماز. الكربون ده اللي هو يعني الأسود ده الفحم، لما بيتضغط لمدة مئات السنين تحت ضغط معين، ظروف ضغط معين، بيتحول للألماز اللي هو أقوى أنواع الأحجار الكريمة، وبيستخدموه ساعات في تقطيع الحاجات من كتر صلابته، بيبقى قوي وبيبقى غالي، يعني بيبقى قوي تحمله قوي، وطبيعته بتتغير من حاجة لونها أسود بنولع فيها ونعتبرها نفاية لجواهر، فطبيعته بتتغير وقوته بتزداد وكرامته بتزداد، سعره بيزداد، كل حاجة فيه بتزداد لمجرد انه تحمل درجة معينة من الضغط. فده يعلمنا، ده يعلمنا ايه اللي هيحصل او الوضع ده بيؤدي لايه. مش كل ضغط نهرب منه ونعتبره حرب وشر والشيطان بيحاربني، لا، ممكن ربنا يسمح بشوية وجع في حتة، وده لا يتنافى مع صلاح الله على فكرة، لا يتنافى، يعني الألم كل ما هو شرير مؤلم، ولكن ليس كل ما هو مؤلم شرير، مش كل ألم وراء شر، يعني مش عشان الألم بيوجعك يبقى الألم شرير، لا مش شرط. في صمويل الأولى 15:22، ودي نهاية الفصل، الكاتبة بتتكلم عن آية في منتهى الخطورة وحيرت ناس كتير لفترات طويلة. الآية بتقول: لأن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثن كالوثن والطرفين. ناس كتير احتارت، ايه يا رب العلاقة بين التمرد والعرافة؟ العرافة اللي هو الاستعانة بالشياطين، السحر، خطايا السحر اللي هي أشرس وأقذر درجات الخطايا اللي كان شعوب العهد القديم بتقع فيها، لدرجة أن الله كان بيقطعهم ويبدهم من الأرض تماما، درجات من الاستعانة بالشياطين، لدرجة أنهم كانوا بيمارسوا الزنا في شكل عام في الشوارع،
كهينات البعل، كهينات العشتروث يمارسوا الزنا والنجاسة في الشوارع، في الهياكل، تحت الأشجار وعلى أكمة الجبال، وكانوا يقدموا ولادهم قرابين حية يعذبوا ولادهم، يرموهم يغرقوا أو يحرقوهم أحياء ويسمعوا صراخهم عادي جدا. فده درجة من درجات الشر، ممكن اللي دخلها ما يعرفش يرجع تاني، يعني بتبقى فرصته في الرجوع قليلة جدا. فهنا ربنا بيقول التمرد، تمردك عموما على زوجك أو على غيره، التمرد عموما كخطية العرافة، كأنها سحر. والعند كالوثن والطرفين. فالكتابة هنا استعرضت حاجتين هي اللي كشفت الموضوع، هي اللي بينتها. بيقولك انت لما بتتمردي على زوجك، انت مش بتتمردي على زوجك، انت بتتمردي على الله اللي أعطاله سلطان عليكي انك تخضعي له. فتمردك هنا مش على شخص زوجك، انت تمردك هنا على القوة الأعلى منه اللي حطته في موضع رئاسة أو سلطان عليكي. فتمردك مش على شخص، زي ما انت كده يقولك لما تتريق على واحد عشان شكله مش جميل مثلا، يقولك ده قبيح ومش عارف ايه، انت بتعير اللي خلقه، انت بتعير الله، انت بتعير الله اللي ما عرفش يخلق حاجه حلوه من وجهه نظرك، لان هو ملوش ذنب في اللي هو فيه. وبعدين حتى هي المساله نسبيه، هو ممكن يبقى كويس وانت اللي شايف وحش لان عينك انت اللي فيها مشكله. فانت بتعير الله، انت كده دايما احنا مشكلتنا مش مع اشخاص، مشكلتنا مع الليفل اللي اعلى من كده، مع السلطان اللي اعلى من كده. وبيقول لك بقى السبب الثاني كمان، ان انت لما بتختلفي مع جوزك انت بتختلفي، هو الدافع ايه؟ ذاتك. فهنا العباده هي للذات، فهو ده الوثن، هو ده الطرفين بتاعك، هو ده الوثن اللي انت بتعبديه. فانت رافضه الله اللي حط ده في موضع المسؤوليه، فانت بترفضي المندوب بتاعه في المسؤوليه، مش عايز تخضعي له. وفي نفس الوقت بسبب ايه؟ الذات اللي هي مصدر الشر والبلاوي السوداء، واللي ينبغي ان احنا نقمعها، وينبغي ان احنا نسيطر شويه على شهواتها عشان الروح تتحرك، لان شهوات النفس وشهوات الجسد هي اللي معطلانا عن النمو في 95% من حياتنا الروحيه، لان الجسد يشتهي عكس الروح والروح عكس الجسد. فانا لما يبقى كل هدفي ارفض كل ما هو سلطان نفسي عليا، ومش عارف اخضع ومش عارف اطوع نفسي، فده تمرد على الله، وده يوازي خطيه السحر اللي هي العرافه. بكده تكون انتهت حلقتنا النهارده. ربنا يدينا نعمه كلنا ونتبارك وبيوتنا تتغير. اسيبكم في رعايه المسيح.